السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد في درس جديد. الو قبل ما نبداو الدرس ديالنا ديال اليوم بغيت نوجه لكم واحد الشكر. الو بغيت نشكر كل اللي مشاركه معايا في القناه، بغيت نشكر كل اللي متبعه معايا واخا ما مشاركاش معايا في القناه ولكن كتبعني. بغيت نشكركم كلكم، شكر بزاف بزاف بزاف. كنشكركم اولا على الثقه اللي واضعينها فيا وانكم كتتبعوني وانكم كتشجعوني وانكم تابونيتيو معايا وشاركتيو معايا وكديروا لي لي لايك. دونك كنشكركم من هذه الجهه وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم اللي كتكتبوهم لي، فريمون تعليقات اللي كيحفزوني، تعليقات اللي كيفرحوني، تعليقات اللي كنحس بهم بانهم خارجين من القلب، وتعليقات اللي كيخليوني نحس بكم بانكم قرابين مني. والله نيت راني كنعزكم بزاف وراكم كنحس بكم فريمون قرابين مني. وملي كنقول لك اختي راه كنقول لك فريمون اختي، وملي كنقول لك بنتي راه فريمون كنقول لك بنتي. دونك فوالا هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم. الوغ نشكركم بزاف بزاف بزاف. الوغ هذا من جهه، من جهه اخرى نبداو الدرس ديالنا. الوغ بالنسبه للدرس ديالنا غادي نحاولوا باش نديروا واحد التطبيق على من هذاك الشيء اللي كنا شفنا في الفيديو اللي دازت ديال الديكورات ديال المنزل ديال البيت. هاد الديكور اللي غادي نصوبو انا دابا او هاد الشكل اللي غادي نصوبوه، حيت نقدروا نحطوه حتى هو كما قلنا في بيت النوم او لا في بليسات بزاف اللي نقدروا فين نحطوه. دابا غادي نشوفوه. دونك بما اننا حنا موجدين ديجا غرفه النوم ديال الاطفال اللي غادي نديروا ليها لا بريزونطاسيون في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. دونك قلت انا نديرو هاد لا فيديو هادي، منها نلبيو الرغبه ديال بزاف المشاركات اللي قالوا لي ديري لنا التطبيق ديال داكشي اللي شفنا في لا فيديو ديال هاد الديكورات. دونك غادي نديرو واحد منهم وهذا نيت غادي نستعملوه في لا بريزونطاسيون ديال اللي غادي نديرو على لا شامبر دونفو. داكوغ الوغ نشوفو اشنو هما هاد لي زارتيك، اشنو هو هاد الديكور اللي غادي نديروه، نشوفو اشنو هو ونشوفو كيفاش نديرو نخدموه ونتلاقاو من بعد. الوغ الديكور اللي غادي نصاوبو اليوم غادي نصاوبو واحد البيك ايبانكل اولا بورت ايبانكل. الوغ هاد البورت ايبانكل غادي يكون على هاد الشكل هذا، هو كاين شكيلات بزاف، كاين على شكل مخدة سامبل، كاين على شكل على شكل براسلي، كاين شكيلات بزاف فيه. وحنايا خدينا هاد النوع هذا اللي هو سو فورم دو شابو اللي كيعطينا هاد المنيدر ياك، ويمكن لينا نزوقوه كيف ما بغينا ياك. دونك كاين هاد المنظر هذا، كاين هذا عاوتاني هاد المنيدر بحال هكذا، ها هو ياك، وكاين كذلك هاد المنيدر هذا. دونك انا خديت واحد ثلاثه ديال المنيدرات ديال الشكيلات، هنا غادي نشوفو فوالا. دونك كاين هاد الشكيلات. الوغ هاد البورت ايبانكل هذا اما الا كنت مثلا انا خياطه كنستعملو لي زيبانكل، كندير فيه لي زيبانكل بحال هكذا وكنحطو حدايا حدا الماكينه ولا حدايا فين كنكون نفصل ولا شي حاجه، منو منظر منو كذلك راه هو الاستعمال ياك. الوغ بالنسبه للسيده اللي كدير الفولار كتحتاج هاد لي زيبانكل هادو اللي كبارين ياك. الوغ كتحتاجو حتى هي كديرو فوق الكوافوز في بيتها بيت النعاس ديالها ولا شي حاجه، دونك كتستعملو كذلك هكذا كدير فيه هاد لي زيبانكل ديالها. وكاين كذلك كنستعملوه لي بروش. الوغ لي بروش ديالنا نقدرو نديروهم هنايا، كنكروشيهم هنايا وندير هنايا بزاف ديال داكشي اللي عندي. الوغ منو ديكور كما قلت لك فوق لا طابل دو نوي فوق لا كوافوز، ومنو عاوتاني راه هو الاستعمال داكور. دونك الوغ هاد الشكيل هذا نقدروا حنايا انا درتو على حساب التويب اللي عندنا، على حساب حيت غادي نحطو في البيت ديال الدراري اللي رحنا صوبنا اللي رحنا كنوجدو فيه. دونك غادي نحطو تماك، غادي يكون حتى هو الاستعمال منو ديكور منو الاستعمال الا كان البيت ديال بنيته ياك. وانا درتو من التويبات اللي خدمنا به نيت الكوفغلي اللي خدمنا به ليزار واللي خدمنا به داكشي كله ياك. دونك خدمت هاد جوج اللوينات. الوغ بحال هنايا راني استعملت جوج لوينات ياك، وهنايا راني استعملت غير لون واحد، وهنا كذلك استعملت جوج لوينات ولكن انا راني خالفتهم
داكوغ دونك فوالا هذا هو الشكل ديالو. دونك حنايا غادي نشوفو دابا اشنو غادي نستعمل اشنو هما اللوازم اللي عندنا باش نصاوبو هاد لو شابو هذا، ونشوفو كذلك الطريقه ديال الخدمه ديالو. الوغ باش نخدمو هاد البورتي باك اللي هو سو فورم دو شابو غادي خصني توب، وانا بالنسبه للثوب انا خليت غير دوك لي شوت اللي بقاو ليا من داكشي اللي خدمت ملي خدمنا لا شامبر دونفون، اللي بقاو ليا ملاوس ديال الالاستيك واللي بقاو ليا ملاوس دو كوات، هما هادوك لي شوت هما اللي غادي نخدمهم داكوغ. وغادي نحتاج كذلك لواحد سي دي بحال هكذا، ونحتاج لواحد لا بواط دو كونسيرف خاويه داكوغ، وغادي نحتاج لان روبون. الوغ بالنسبه لهاد لو روبون على حساب لا ديكوراسيون اللي غادي ندير انايا لو شابو ديالي. مثلا فهاد لا ديكوراسيون هادي احتاجيت لهاد لو روبون هذا، ودرت بهم هاد الوريدات هادو، وهاد الوريدات هادو راه كنا ديجا خدمناهم. الوغ اللي ما شافتش لا فيديو تمشي تشوفو، حيت انا غادي نخلي لكم دابا في صندوق الوصف غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد لا فيديو هادي ياك. دونك كاين هاد الوريدات وكاين كذلك هاد الوريدات هادو، ها هما اللي كاينين هنايا. دونك هادو راه خدمناهم ياك، وكاين كذلك هاد الشكل هذا، هادي وريضه عاديه بحال هكذا هي اللي غادي نديرو بحالها دابا تقريبا بحالها هي اللي غادي نخدمو. دونك هنايا عندي انايا كما قلت لكم عندي هاد لو ريبو هذا هو اللي غادي نستعمل دابا ياك. والوغ وهنايا غادي نستعمل واحد الباترون ديال 20 سنتيمتر في الديامتر 20 سنتيمتر داكوغ. دونك هذا، ونستعمل كذلك ليبرا والخيط، ونستعمل لاوات هاد لاوات هادي صافي. دونك هادشي اللي غادي نستعمل. الوغ نشوفو اشنو كيفاش نديرو نخدمو. الوغ بالنسبه للفصاله ديالي انا خديت خلاص من هاد الثوب، خديت على حساب هاد القياس اللي عندي هنايا، وكنزيد من هنايا واحد 4 سنتيمتر ولا 5 سنتيمتر على حساب. دونك هاد الكباري هاد الباترون اللي خديتو انا خديتو على حساب لو سي دي، وعندي هنايا ها هي هادشي زايد هادشي باش من كنطوي بحال هكا كيجيني في هاد النيفو هذا. دونك هنا عندي واحد 4 سنتيمتر اللي زايده من هنا وزايده من هنايا ياك. وكذلك هذا نفس هاد الباترون غادي نخدمو لهاد لابواط هادي، مثلا من غادي نغلفها انايا بحال هكذا غادي تجيني بحال هكا. دونك هاد القياس هذا ديال 20 سنتيمتر يليق ليا لهاد لابواط هادي، ويليق ليا لهاد لو سي دي هذا. دونك الا كان عندكم شي حاجه اللي فورما كبر من هادشي ولا غادي تاخدي الباترون على حساب الفورما اللي عندك داكوغ. دونك هذا بالنسبه لو باترون. الوغ انا داكشي اللي درت حطيت هاد الباترون على الثوب، وخرجت دواورات بحال هادو ها هما، خديت في الاوني وخديت هنايا فهاد المزوق. وبالنسبه للمزوق كما تشوفي هنايا راه درت ديك الوريضه درتها في الوسط باش تجيني بحال هكا، هي هنايا وهي كذلك هنايا باش كتجيني باينه صافي. دونك هادشي اللي هذا هو بالنسبه للفصاله. الوغ بالنسبه للخدمه، الوغ غادي نجي غادي ناخذ ليبرا والخيط، وغادي ندير عقده هنايا صحيحه هنا عقده لتحت ياك، وغادي نجي وغادي نجي هنايا ونطوي هاد التويب هذا ديالي هنا، نطوي غير طويه صغيره هنايا ونمشي ونبقى نخيط بحال هكذا. وهاد الاسباس ما بين العين والعين نديرهم نحاول نديرهم مقادين، وما نكبرش ما نمشيش كبير ما نمشيش هكذا بعيد لا، نمشي غير بشويه بشويه. وهاد لي بلي هادو هما اللي كيعطيو ليا هاد لا فورم هادي اللي عندي هنايا ياك. هاد المنظر هذا هاد لي بلي هذا هو اللي كيعطيهم لي. دونك نحاول نمشي بلي بلي اوموجين بلي بلي متقادين، ونمشي بهم متقاربين هاد الخياطات هادو ياك. وعلاش انا كنطوي هذا نطوي هذا غير باش يجيني فيني، كنت نقدر نخدم غير عليه بحال هكذا كيف هكذا غير هكذا بلا ما نطوي، ولكن لا انا نفضل نطويه هاد الطويه هادي ونخيط عليها باش كتجيني الخدمه ديالي نقيه وجيني فيني صافي. دونك كنخيط بحال هكا ونمشي كلها. دونك غادي ندور عليها كلها بحال هكذا صافي. دونك بحال هكذا كنطوي وكنمشي، وغير كنمشي هادو كما قلت لكم الخياطه مقاربه صافي. دونك هادشي اللي غادي ندير على الدارة كلها. دونك انا وصلت للاخر
الوغ الاخر هنايا غادي نمشي لهاد لابوكل الاولى اللي كانت عندي هاد العقده ونخشي فيها ليبرا، نحلها بحال هكا هنايا ها هي هنا ونخشي فيها هاد ليبرا هادي صافي. دونك فوالا انا كونت هذا هنايا بحال هكذا، وغادي نجيب هاد لابوات ديال الكونسيرف اللي خاويه اللي انا غسلتها ديجا ونشفتها وهذا، وغادي ندير فيها لاوات. غادي نجيب لاوات ونحاول نعمرها بلاوات، ما نديرش غير حدي هكا الوغ نعمرها مزيان باش يجيني داك البومباج ديال لاوات هنايا باش تجيني هادي بيان بومبي داكوغ. دونك غادي ندير فيها لاوات، نحاول ندير الماكسيموم ديال لاوات. فوالا نزيد شحال ما زيد شحال ما مزيان بحال هكذا فوالا، ونجي ونعسها هنا لداخل بحال هكذا، ونجيب ليبرا ديالي ونبقى نجبد فيها. غنبقى نجبد ليبرا وهي وهادشي كيتجمع صافي. وبالنسبه للخيط يخصني ندير واحد الخيط اللي كيكون شويه قاصح اللي كيكون متين باش ما يتقطعش ليا، باسكو انا نبقى كنجبد هنا وكنجبد بحال هكا فوالا كنجبد باش ما يتقطعش ليا. الوغ كنحاول ناخذ الخيط يكون وهنايا هاد هي جاني لو بومباج، جاني هذا هكا بومبي باسكو درت لاوات بزاف، كون درت لاوات غير شويه غادي تجيني هادي ناعسه وما غاديش تجي قاصحه بحال هكا صافي. دونك انا كملت هنا الخدمه هنايا شمعت، ودابا نحاول باش نرتق هاد الخيط هذا، ندير الخياطه وندير هنايا فوالا صافي. نولي عاوتاني نعاود فوالا نقطع نقيس صافي. دونك وكنحاول باش نقاد هاد الشيء اللي عندي هنايا كنقادو فوالا باش يجيوني هادوك هنايا داكشي باش كنخيط في الخياطه، كنخيط داكشي خياطه حدا خياطه باش كتجيني ها يجيني هاد لي بلي مزيانين هنايا لا هنايا ولا في اللعبه ديال لو سي دي، حتى هو كيكونوا هاد لي بلي هكا باينين هادشي من الخياطه صافي. وهنا عاوتاني هاد لا فينيسيون هادي اللي هنايا ياك داكشي باش طويت انا التوب باش درت هاد الخياطه باش تجيني هاد لا فينيسيون، واخا هادي غادي تخشى ما تبانش ولكن هنايا من جمعتو ما تقطع ليا ما والو، ملي جمعت ما تشنتش ليا التوب داكشي حيت راني طاويه صافي. دونك ها هي هادي هاد الفوقانيه حنا وشدناه صافي. دونك بقى ليا هاد الغلاف ديال لو سي دي صافي هذا هاد تحتاني. الوغ هنايا بالنسبه للخياطه غادي ندير اكزاكتومون بحال اللي درت هاد الخياطه هادي هنايا، غادي ندور عليه هنايا كله بخياطه ياك، وديك الوقيته غادي نركب فيه هذا لداخل وغادي نجمعو. هادشي دابا اللي غادي ندير الخياطه وعاد نشوفو نجمعو. دونك انا خيطت هادي حتى هي ها هي ثلاث خياطات صغيورين بحال هكا مقاربين ياك، وانا خشيتها في هاد لابوكل هادي الاولى اللي كانت عندي هنايا ياك. الوغ كنقلبوها بحال هكذا وغادي نجي وغادي ندير فيها السيدي، نحاول هكا نحلها بحال هكا وندير السيدي لداخل هذا الوغ وكنجمع نحاول كنجمعها بحال هكا صافي، كنجمعها ماكسيموم كي باش قلت لكم يخصني يكون عندي الخيط قاصح باش ملي نجمعها بحال هكا ما تقطعش ليا حتى
تخصني جبتها مزيان. هذاك الجبات هو اللي كيعطيني هاد لا فورم هادي مع هاد الخياطات هكا بقاربين مع الجبات هو اللي كيعطي هاد لا فورم زوينه هكذا. حنا هذا هو الغرض اللي عندنا. اما الا كنا غادي غير تجينا مرخيه وما تعطيناش المنظر ما عندنا ما نديرو بها. ماشي حنا بغينا لا ديكوراسيون تكون عندنا زوينه. دونك هنايا غادي نجي هنا ونرتق في هاد البلاصه هادي هكذا. ولو مني نرتق خصني نجبد هادي هكذا فوالا صافي. نولي عاوتاني نرتق هنايا صافي فوالا. وهانتي ولو فات باش طويت داك التوب عاد درت الخياطه هكا عطاني تجيني الخياطه الخدمه ديالي نقيه كتجي نقيه كيجيو هاد لي بلي جايين مزيانين. وهنا صافي الوغ هنايا هنا دابا جاتني غير بحال هكذا. دونك كنت نقدر غير هكذا في الوسط نخلي هذا الشيء في الوسط نخليها هكا في الوسط ونجي ونحط هذا فوق منها. دونك هذه كتجيني في الوسط كتعطيني هاد لا فورم هذه ما كتعطينيش فورم ديال الشابو ولا ديال لا كاسكيت ولا كتعطيني غير هاد لا فورم بحال هكذا ياك. الوغ انايا اشنو كندير كنحاول باش نقربها لهنا باش تعطيني هاد لا فورم هذه هاد البلاصه هذه تكون اكثر من هنايا بحال هكذا. هاد المنظر هنا يكون بزاف وهنا يكون غير شويه باش يجيني لا فورم ديال الشابو نيت اللي عندي هنايا ياك. اما لو كون نديرها غير في الوسط هنا غتعطيني غير هاد لا فورم هادي دايره هكذا وصافي. الو هنا شنو كندير كنجي وكنبقى نكحس هذا غير بيدي هكذا كنبقى ندير بحال هكذا نحاول باش هادشي نجيبو لهنا وهذا يبقى شحال ما قربت لهنايا لهادشي ها شحال ما قربت لهنايا صافي. نحاول هنا كتكون عندي دونك ما نبقاش سونطري كنبقى هنا فوالا. انا درتها غير باش وريت لكم مي انا في الجمع في الاول في الجمع كنت قبل ما نجمعها نكحز هاد البلاصه هادي لهنا ما نجيش هادشي سونطري نكحزها لهنايا وعاد نجمع. انا دابا وريت لكم وعاد دابا غادي نقادها انايا على حساب صافي. يبقاو لي هاد لي بلي هكذا مزيانين هنا يبقاو لي هاد لي بلي مزيانين بحال هكذا هكذا. ونجيب دابا هادي وهادي غادي تجيني هنايا شتي غتعطيني هاد لا فورم هادي هكذا. هاهي هنايا عندي بزاف ولكن هنايا عندي غير شويه بحال هكذا. دونك جاتني لا فورم ديال الشابو جاتني نيت هي هاديك صافي. دونك دابا اشنو اللي بقى ليا الوغ بقى ليا انني بعد ما قديتها بقى لي انني نلصقها هادي هنايا. الوغ حتى في التلصاق ديالها حتى هي كاين واحد كاين اللعيبه. دونك هادي حتى هي نقدها كما قلنا بحال هكا شحال ما قديت شحال ما كيجيني المنظر زوين. وحنا هنا الغرض ماشي غرض ديال باش نديرو لي زيبانغ ولا لا حنا غرض ديالنا ديال المنظر هو الاول. دونك خصني نلعب على المنظر خصني نقادها ياك صافي. دونك دابا اشنو اللي غادي نجي غادي نجيب البيستولي. دونك ضروري نخدم هنايا البيستولي فوالا. الوغ الوغ بالنسبه للصاق البيستولي الوغ غادي نجي وغادي ندير لاكول هنا اللي راه في الحرف ما نديرهاش غير هنايا في الوسط ولا بون نقدر ندير حتى هنايا هي ندير باش تلصق ليا. مي انا الغرض عندي هنايا في هذا الحرف هذا مع الحرف باسكو الا ما كانش لاصقه مع الحرف كتجي مقلعه ما كتعطيش المنظر زوين. فوالا وكنجي وكنلصقها بحال هكذا هنا فوالا. شي هاد الحرف هذا كيجي لاصق ما يبقاش باين ليا هنايا هاد الفرق هنايا. لو كون درت لصقه غير داخل شويه هذا كتجيني هادي مهزوزه ما تعطينيش المنظر مزيان. نحاول نزيرها بزاف هكذا فوالا. دابا هي لصقات مزيان صافي. هاي اللعبه ولات ليا مزيانه ها هي فوالا داكوغ. دونك الوغ شنو اللي بقى ليا دابا الزواق. الزواق انا وشنو اللي بغيت ندير
بغيت ندير لها غير ام تي ريبون هكذا وهنا وريضه من اللور وصافي. بغيت ندير لها منيضر بحال هذا الشكل هنايا. دونك راني درت هنايا لو ريبون الاول وعاد زدت واحد الريبون رقيق هنايا في الوسط باش هرست هاد لاكولور وباش درت هاد لو رابيل ديال هاد لاكولور هنايا. وهنا راني درت هاد الوريضات. هاد الوريضات راه كنا ديجا خدمناهم لا هادو ولا هادي، كنا خدمناهم في دروس قبل. دونك الا كنتيو كتبعوا معايا الدروس كلهم راه غادي تعرفوا هاد المسائل كلها غادي تعرفوها ياك. وهنايا كذلك عاوتاني درت الوغ هاد لو روبون هذا الاولاني وزدت له هاد الروبون ديال المبرم للفوق. وهنا في الوريضات درت الوريضه هذه على حساب لو روبون التحتاني وهادو درتهم على حساب هاد لو روبون الفوقاني. وعطاني عاوتاني حتى هاد المنظر عاوتاني شكل بحال هكا. وهذا خلاص. هنا كما قلت لكم درت غير لو روبون مع وريضه صافي. هنا سامبل ما فيهش شي حاجه اللي هذا صافي. وهذا الشيء اللي دابا غادي نديرو هنايا غادي نجيب الوغ باش غادي نصاوبو هذا الشيء غادي نجي الوغ غادي نبدا من هنايا من اللور باسكو هنا فين غادي ندير الورده وجيرها كنديرها دائما كنديرها في اللور. الوغ نجي هنايا الوغ كندير لاكول وكندور على الشابو على الراس ديال الشابو كندور عليه وكنزير شتي كنزير باش كيعطي ليا لا فورم. حاجه ملي تتكون مرخيه ما كتعطيش المنظر زوين. الوغ هنايا وكنقطع صافي وكنلصق فوالا صافي. دونك انا درت هاد الدائره الاولى هانتي بعدا ديجا عطات له واحد المنيطر بحال هكا. الوغ دابا يمكن ليا نقدر نجيب عاوتاني واحد اونوتر تما درت ان روبون هكذا نقدر نجيب واحد لا دونتيل بحال هادي ياك نديرها لتحت شي يكون عندي. دونك انا دخلت ديجا هاد لا كولور هادي ومع هذيك لا كولور دونك تعطيني واحد المنيطر اخر ياك. نقدر نخليها غير بحال هكذا غير هكذا. نقدر نزيد ليها عاوتاني هاد اللعيبه هادي هكذا. دونك انايا على حساب شنو بغيت ندير وعلى حساب لي كولور وعلى حساب الزواق وعلى حساب لي على حساب الذوق ديالي صافي. وملي غادي ندير هادي بحال هنايا غادي نجي هنا لتحت هنا في اللور شتي. دونك راني درت انا دورت عليه ونجي هنا ونخلي هادو بحال هكا خارجين صافي. كنخليهم بحال هكذا داكو. دونك انا دورت على دورت هنايا هاد الدوره هنايا وجيت هنايا وخليتهم بحال هكا خارجين باش يعطيوني هاد المنظر هذا يجيو نازلين صافي. وكنجي هنايا وكندير لاكور هنايا صافي فوالا. الوغ نجي فهاد بلاصه ونقطع هنايا الوغ كنجي وكنصوب وريضه هكذا بهاد المنظر بحال هكا. هاد الوريضه حتى هي راه كنا شفنا كيفاش نديرو ليها. مي نحاولو نديروها دابا نديرو حده بحالها انا كنجي كندير بحال هكا راه كنا ديجا درناها. انا كنجيب هادي هنا بحال هكا
ياك وكنزير. الوغ ملي كنزير كنبقى نلعب على الورده بحال هكا صافي، حتى كنعطيها لا فورم والقياس اللي بغيت ياك بحال هكدا. ومن بعد هادي بما انني هنايا عندي هاد الوجه والظهر ماشي بحال بحال، كنحاول نلوي هادي هكدا باش نجيبها بحالها باش تجيني هادي وهادي كيف كيف صافي. كتجيني الوردة هكدا فوالا. راه نجي هنايا هنا مثلا وكنقطع هادي تندير لها بحال هكا، وهادي حتى هي فوالا كتعطيني هاد الفورم هادي ديال الوردة دي بحال هادي هكدا صافي. الوغ كنجيب هاد الوردة هادي وكنحطها هنا، كنجي كنحطها هنايا. الوغ باش نحطها نجي عاوتاني ونجي هنا وندير هادي هادي حتى هي راه كنا شفناها كيفاش نديرو ليها. كنجي غير هذا وكنحطو عليه بحال هكدا ياك، وندير فيه هاد الوريضه هنا تعطيني هاد لا فورم هادي ياك. سينو انا نقدر ما نديرش هادي، غادي نجيب عاوتاني غير هاد لو غيبون هذا هاد لا دونتيل هادي ياك، ونجيبها نركبها على هاد الورده هادي نركبها بحال هكدا نركبها بحال هكدا وندخلها لداخل هكدا من هنا ونولي نخرجها غير باش تشد ليا هاد الراس هادي هكدا وتعطيني هاد المنظر هذا هكدا صافي. دونك انا هنايا غادي نجي وندير ندير لاكول هنا صافي، وعطاتني بحال هكا. الو هنايا غادي نجي هاد البلاصه هادي ونقطع هادو هكا بحال هكا ونجي وكنلصقها هنايا صافي. دونك راه عندي ديجا هادو اللي لتحت، انا غادي نجي وغادي نلصقها هنايا ندير لها لاكول ها نجيبها هنايا فوالا. دونك هاد الوريضات هاد الزواق هادشي كله على حساب لوغو نتيا ولوغو ديالك، يمكن لك تختاري بزاف بزاف تبدعي في هاد المسائل. وبعد نوبات كاع تكوني باغيه ديري واحد الشكل كتكوني حداك تجيك منظر اخر في راسك، كتولي عاوتاني طبقي داك المنظر اللي بان لك عاود صافي. دونك هيا عطاني هاد المنظر فوالا. الو هذا هو المنظر الاخر ديالي اللي عطاني شتي. دونك هيا جات هكذا فوالا. وهنايا دونك كنقبط البريكي وكنحرق هاد البليصات هادو، كنحرقهم غير باش ما تشنتش ليا، كتبقى ليا ديما مزيانه صافي. دونك هذه هي الورده، هذه هي الشكل ديال هذا الموديل هذا اللي درناه هنايا. دونك عطى لينا بحال هكا. دونك هادو ها هما اللي كنا صوبنا وهذا اللي عاد صوبنا دابا صافي فوالا. دونك احنا وصلنا لاخر ديال الفيديو. الوغ البورتي بانك سو فورم دو شابو ها هو اللي صوبنا جميع. دونك ها هو الشكل ديالو كيفاش جا داير. الوغ كيما شفتيو راه ما خداش لينا شي لوازم كثيره،
خذا لينا هذا البواط كونسير اللي كنا غادي نلوحوها، وخذا لينا هذا السي دي، وخذا لينا كذلك شي شويه ديال الثوب وشويه ديال لا دونتيل. دونك ما خداش لينا شي حاجه اكثر ياك. الوغ هذا كما قلت لكم راه مشروع مربح. انا بحال هادي كتسوى عليا والو، انا ما سوات ليا حتى شي حاجه، انا هادي كنبيعها ب 30 درهم داكوغ. دونك راه مشروع مربح داكوغ. وكذلك يمكن لك غير تصاوبيها وتعطيها هديه، يمكن لك تصاوبيها ليك لدارك وديري فيها، سواء ديري فيها لي بانكل بحال هكذا، اولا لك انت كتخيطي كديري فيها عاوتاني هاد لي زيبانكل بحال هادو، اولا كديري فيها لي بروش، ولا كديري فيها اللي بغيتي وتحطيها فوق لا كوافوز ديالك داكوغ. دونك فوالا. الوغ نتمنى على الله ان هاد لي موديل هادو يكونوا عجبوكم ياك، وهاد الفكره تكون راقتكم، وان لا فيديو تكون عجبتكم. والا عجبتكم لا فيديو ديروا ليا لايك. الوغ ما بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في درس مقبل في فيديو جديد. السلام عليكم.